ومعنا عبر الهاتف الأستاذة سوسن أبو حسين، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذة سوسن، بعد التحية، يعني كيف تقيمين الدور المصري في إدخال المساعدات ومواد الإغاثة إلى غزة عبر معبر رفح، وما تقوم به أيضا مصر على الصعيد الدبلوماسي للوصول إلى تهدئة؟ في الحقيقة بعد التحية أيضا لازم المتابعين، حقيقة الدور المصري كبير جدا، وحتى دول العالم كلها، حتى القمم الثلاثه التي انعقدت في الرياض كلها تدعو الى دعم الموقف المصري وتقف خلفه. في الحقيقه مصر متحمله امور كثيره جدا، ليست فقط بالنسبه لادخال المساعدات، وانما لوقف الحرب وتنفيذ ما يسمى بصفقات تبادل الاسرى، وكلها امور يعني تتحرك فيها على جميع المسارات، وحتى تدعو ايضا الى بعد هذا وذاك الى اهميه دعم عمليه سلام مستدامه تنقذ الشعوب من نيران الحروب الكبيره حاليا. لان في اعتقادي ان اسرائيل وفلسطين واسرائيل تحولا الى سجن كبير، هو سجن الحرب واكبر من المعتقلين، وبالتالي من يتحدث عن فتح معبر رفح وادخال المساعدات هي نقطة في بحر مما تقوم به مصر. وهنا يحضرني اقتراح بسيط جدا، وهو إذا كانت الإعاقة بتتم على الجانب الآخر داخل الأراضي الفلسطينية، فهناك السلطة الفلسطينية فلتكن هي المسؤولة، وفد من الحكومة الفلسطينية التي الموجودة في رام الله، أن تتولى أمور المعبر من الجانب الثاني الذي تستولي عليه إسرائيل حاليا لإدخال المساعدات. حلها بسيط جدا، يعني أنا لا أرى مبرر في تعطيل المساعدات التي تصل تباعا إلى معبر رفح وإلى الأراضي المصرية وتتكدس. الأمر الثالث، أنه لمن ستذهب هذه المساعدات في الوقت الذي تقصد فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية؟ نعم. كل البشر الموجودين في قطاع غزة، حقيقة الأمور ملتبسة وضبابية والوضع خطير ويسير من سيء إلى أسوأ. إذا تحدثنا مثلا عن قمة الرياض، ثلاث قمم في الرياض أفريقية وإسلامية وعربية، طالبوا جميعا بخطوات معينة ومحددة، أي وقف تبعات العدوان الغاشم على قطاع غزة، دعم كل ما تتخذه مصر، وقف إطلاق النار، إدخال مساعدات. للأسف المجتمع الدولي يقف بموقف متفرد، ضغوطه ليست كافية لوقف هذا العدوان. الأساس في كل التحرك هو أن يكون وقف العدوان المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وليس مجرد تحركات بسيطة. يعني الآلة العسكرية أسرع بكثير من المقترحات الخاصة بتصرفات جزئية لوقف العدوان. طيب أستاذ سوسن، يعني كيف يعني تشاهدين وتتابعين ما تروجه آلة التضليل الإعلامية الإسرائيلية من شائعات وأكاذيب لتبرير عدم إدخال المساعدات، أنه معبر رفح مغلق، أنه حماس بتستخدم المستشفيات كمخازن للأسلحة وغيرها، وعرضنا عليهم إدخال الوقود وهم رفضوا؟ يعني هذا التضليل الإعلامي كيف يمكن مواجهته في ظل هذه الحرب؟ مواجهته بشواهد سابقة، ومنها أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل في العراق وحاولت هدم العراق وقتل شعبه على أساس أن سيكون هناك ديمقراطية وحقوق إنسان، وللأسف لا توجد حقوق إنسان عند العالم الغربي، وانكشفت وتم فتحها جميعها، واظهرت انه لا اخلاق ولا ضمير لدى المجتمع الدولي الذي لا زال يقف متفرجا ويتحدث عن حق الدفاع عن النفس. دوله محتله كيف تدافع هي عن نفسها بقصد الشعب الاخر الذي يقيم على ارضه؟ يعني مسائل غريبه جدا. ومن ثم اعتقد ان الهجوم على تبرير موضوع المشافي ومستشفى الشفا وغيرها من جميع المستشفيات والمساجد والكنائس اللي تم هدمها بمبرر ان هناك قيادات لحماس، هي ذرائع غريبه جدا لا تصدق ولا تدخل عقل، لانها كلها مجرد اكاذيب وتضليل للراي العام، حتى تدفع الدول الاوروبيه لاستجلاب سفن على البحر، منفذ البحر، لاجلاء الشعب الفلسطيني من ارضه بحجه ان هم سيعالجونه، وممكن هذه السفن تاخذ
الشعب الفلسطيني إلى غير وجهة مجهولة أو ممكن يتم قتلهم. نعم. طب يعني حضرتك كإعلامية شايفة إزاي ممكن توصيل الصورة الحقيقية لما يحدث في غزة يعني إلى الإعلام الغربي؟ الإعلام العربي إعلام قوي جدا، وجميعنا يرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الاتصالات التي تكون بها الدبلوماسية المصرية، وهي نشطة في هذا المجال عبر الاتصالات، يعني اتصالات تليفونية مكثفة من جميع القادة اللي حضروا الثلاث قمم في الرياض، يمكنهم أن يدعموا الموقف المصري ويقوم ب وتقوم بدور كبير جدا، وهي أن وقف هذه آلة الكذب والتضليل. يعني الفشل، أنا أسأل سلي أبيب، ما هو الإنجاز الذي تم حتى الآن بالنسبة لاستهداف عناصر حماس كما يدعون؟ لا توجد خسائر إلا على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لابد أن تسمى الأشياء بمسمياتها، وما خفي على الأرض كان أعظم. يعني حتى إذا الإنسان لم يصل كل صورة داخل الأراضي الفلسطينية والسلوك والممارسات العدوانية لسلي أبيب، يعلم تماما انها كلها خداع وكذب ولا يمكن تصديقها على الاطلاق. ثم هناك مستشفى رمسيسي الخاص بالاطفال بالسرطان، يعني قاموا باخلاؤه وهدمه ولم يجدوا شيء، لا توجد اي يعني لا توجد مع تدفق التكنولوجيا الهائله من امريكا ومن اسرائيل على الاراضي الفلسطينيه، لن تستطيع الكشف عن حماس ولا عن قيادتها. وخذ مني هذا الكلام، وسوف تنتهي الحرب، واذكرك بكل ما قلته، لن تستطيع سلي أبيب ولا الولايات المتحده الامريكيه النيل من حماس وقيادتها، لان ما حدث ليس اوله 7 اكتوبر، ما حدث هو تراكمات لسبع قوس مرت من الاحتلال والممارسات العدوانيه وحصار وتجويع وقتل الشعب الفلسطيني. يعني فلتكن الامور واضحه، لا مجامله ولا حياه اثناء الحرب، فلتكن كلمة الحق أو لتصمت أو لتذهب إلى الجحيم. يعني في إيه؟ نعم، أشكرك أستاذة سوسن أبو حسين، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر.